السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم وشكرا لكم على تلبية النداء لهذا اللقاء هذا اللي كيندار ضمن التكوين عن بعد ديال تصميم وإعداد المواريد الرقمية التعليمية التعلمي. يعني هذا اللقاء هذا اللي هو لقاء من أجل يعني تدليل الصعوبات اللي يمكن تواجهكم خلال هذا التكوين هذا. هذا كما كتشوفوا هذا هو التكوين، كاين منتدى التعارف، كاين ميثاق التكوين، هادشي راكم شفتوه، هذا غير اعلان ديال هذا اللقاء. التكوين غادي يسالي حتى 30/4/2020، هذا التاريخ راه عادي تعاودي تصحح. هذا الفيديو ديال كيفية استعمال المنصة، وهذو الوحدات ديال التكوين: لانجينير بيداغوجيك، لا ريسورس نيميريك، ستوري بورد. هادو البرانيم ديال التكوين، وهذه الوحدة ديال المشروع. إذا الفلسفة ديال هاد التكوين هذا هي اللي بغيت نتقاسم معاكم في هاد اللقاء هذا. وكما لاحظتوا أنه بعض المرات كان الترتيب ديال هاد الوحدات متغير، وعاودنا غيرناه لأنه كل مرة كنا كنشوفه بأنه خص تبدل شي حاجة. الفلسفة اللي كنا حطينا في هذا التكوين هدف الأول، أولا يعني كنا بغينا نديروه بالعربية، غير هو الصراحة ما قديناش نترجمو ديك النصوص ديك الشي اللي لقيناه في العربية، يعني هذيك الدروس اللي وجدوا لها الإخوة والأخوات لقاو ديك المادة لقاوها غير بالفرنسية، وما لقاوش يعني الوقت ولا الجهد الكافي باش أنهم يترجموها بالعربية. وهذا النداء ليكم، يعني اللي قدر يترجم شي حاجة ويعاوننا فيها مرحبا، اللي قدر يشد واحد الدرس ويقدر يترجمه بالعربية لنكونن له شاكرين، زعما لا حنا لا كاع المستفيدين والمستفيدات اللي في هذه الدورة واللي في الدورات القادمة. إذا الفلسفة ديال التكوين شنو هي؟ هي أن في الأول خص المستفيدة والمستفيد يعرفوا شنو هي لانجينيوري بيداغوجيك، اللي هي هذه الوحدة هذه اللي كتشوف. يعني بدينا بديك الدرس اللي فيه نظرة عامة على لانجينيوري بيداغوجيك، الهندسة البيداغوجية، ولا اللي كتقترب شوية من هندسة التكوين هي تقريبا، لأنها ضرورية لأن عليها كتبنى أي حاجة. يعني هذه الوحدة خاصة بالهندسة البيداغوجية. كما شفتوا كاينين بزاف ديال لي موديل ديال الهندسة البيداغوجية، حنا خدينا ادي هو اللي خدينا. المطلوب في التكوين كامل هو انكم تنجزوا واحد المورد رقمي، هذا هو المطلوب. غير هو هذا المورد الرقمي بغينا هي تنجز بواحد الطريقة اللي تكون شوية علمية. اذا قلنا بانه كل واحد خصو يعرف شنو هي الهندسة البيداغوجية بعدها، وشنو هو الموديل ادي اللي هو اسهل موديل اللي كيتعتمد في الإنجاز ديال التكوينات أو ديال الموارد الرقمية. من بعد مشينا لواحد الوحدة اللي سميناها لا غوسوغس نيميريك. قلنا بما أنه تعرفوا الآدي والمراحل ديالو، خصكم دابا تعرفوا شنو هما لي تيب ديال لي غوسوغس نيميريك اللي كاينين، باش إذا كنتو تصوبوا واحد المورد رقمي تعرفوا شنو هما الأنواع ديال الموارد الرقمية اللي كاينة، باش تحددوا أين واحد غادي تصوبوا. وبالموازاة تعرفوا شنو هما لي كريتير اللي كنعتمدو من أجل التقييم ديال واحد المورد رقمي. يعني في الأول من بعد ما تعرفوا الهندسة البيداغوجية، خصكم تعمروا واحد الورقة على المشروع ديالكم، يعني شنو هو الهدف منه، شنو هي الفئة المستهدفة إلى آخره.
من بعد خصكم تعرفوا الانواع ديال الموارد الرقميه، وحطينا لكم واحد جوج الموارد مختلفين باش تقيموها، ماشي باش تجاوبوا عليها ولا يعني باش تقيموها، وتكون عندكم تنتوما ديك لوطو كريتيك، باش الا قيمتوا هاد جوج موارد على حسب ديك الشبكه ديال التقييم تقدروا تقيموا حتى المورد اللي غادي نتوما تستعملوا. يعني خصكم تعرفوا ديروا التقييم، والتقييم اللي حنا اصلا كنعتمدوه في اغلبيه المشاريع اللي كتعطيونا واللي كنحددوا، يعني مع احترام جميع المجهودات اللي كتبذلوها كنحددوا يعني شكون هو اللي كيكون افضل. اذا من بعد ما عرفنا الهندسه البيداغوجيه والمراحل ديال الادي اللي كيدوز منهم اي مشروع تكويني، كنعرفوا الانواع ديال الموارد الرقميه ولي كريتير ديفالياسيون ديالهم اللي اختارينا حنا في باستيون سكابا لانهم هما اللي يعني معروفين. من بعد كندوزو للستوري بورد. شنو هو ستوري بورد؟ هو ان هذاك المورد الرقمي اللي غادي دير او لاي مشروع ولا حتى فيلم، كاع الا بغيتي تصور حتى فيلم خص يكون عندك ديك التصور اولي ديالو في الوراق. اذا من بعد خصكم يعني تعرفوا شنو هو ستوري بورد، لان من الاحسن ان اي مورد رقمي يكون عنده واحد ستوري بورد ديالو. كما شفتو كاينين بزاف الانواع ديال ستوري بورد، والدوفوار ديال هاد اليونيتي هادي كان هو انكم تصاوبوا ستوري بورد للمورد الرقمي ديالكم. غير يمكن لقينا صعوبة في انه يعني الدوفوار كان يمكن شوية ما فهمش، حلي اجلنا هاد القضية هادي من بعد، حيت ما يمكنناش نقول لكم صوبوا ستوري بورد في واحد الشكل، لانه ستوري بورد عنده علاقه بالنوع ديال المورد الرقمي اللي هتخدم. كما شفتوا في الفيديو خصكم تصوبوا ستوري بورد على حسب المورد الرقمي ديالكم. اذا هنا اكتفينا بواحد البطاقه تعريفيه للمشروع اللي خص يكون فيها اسم المشروع، يعني اسم المورد الرقمي، الامتدادات ديالو، الاهداف ديالو، النتائج المرتقبه الى اخره. سيد مصطفى كيقول لك ستوري بورد خصو يكون في اخر التكوين. دابا هذا هو النقاش اللي حنا درنا قبل ما يعني درنا كفارق تأطير لهاد، لان فوقاش كيدار ستوري بورد؟ ستوري بورد راه كيدار قبل ما تعرف اللوجيسيال اللي هتخدم به. الكانفا او ستوري بورد راه كيدار قبل ما تعرف اللوجيسيال، يعني غير تبعوا معايا باش انتم تفهموا الفلسفه ديال التكوين. عرفتي الهندسه البيداغوجيه، عرفتي اين موديل غادي تتبع اللي هو ادي، عرفتي الانواع ديال الموارد الرقميه اللي كاينه، عرفتي لي كريتير ديفالياسيون ديالهم. دابا شنو خصك تعرف؟ خصك تعرف دابا هنا الفو سو متر دون لو بان، خصك تعرف اين مورد رقمي غادي تصوب وشنو هو النوع ديالو، ويكون عندك التصور ديالو في الدماغ. هاد التصور ما كتكونش عنده علاقه باللوجيسيال اللي هتخدم به. دابا هذا هو المشكل اللي انا يعني زعما كنت كنلقى منذ من بديت في هذا الشيء، لانني انا حديث العهد في هذا الشيء، هو ان الناس كيسبقوا اللوجيسيال على كل شيء. لا، ولكن وراء العكس، راه لا كونسيبسيون اللي كتسبق اللوجيسيال. كونسيبسيون خص بعد تكون عندك ان كونسيبسيون في الدماغ، ويكون عندك شنو باغي دير وفين باغي توصل، ويكون عندك تصور اللي يمكن تكتبه في ورقه. يعني بحال بس ستوري بورد تقدروا تحلو بور بوان تصوبوا فيه ستوري بورد، كيما تقدروا تشدوا ورقه وستيلو وتكتبوا فيه. يعني كيفاش كنتصور بان اللوجيسيال ديالي في الواجهه ديالو تكون هنا واحد البوطونه، وتكون هنا واحد الاسم ديال اللوجيسيال مورد رقمي الى اخره. من بعد من تكليكي هنا
غادي ندير واحد السهم كيديني لهنا. هادي بحال اللي ديروه غير في ورقة وصوروه وحطوه هنا بحال الخريطة ديال الطريق بلون دو ترافاي. ماشي ضروري تصوبو بشي لوجيسيال، صوبو بالورقة والستيلو، ما كاينش ما احسن من الورقة والستيلو، وصوروا كاع وحطوا هنا. واخا المهم راح نحيدنا ديك السؤال ديال خصكم تحطوا ستوري بورد غير باش يسير الامر، ولكن خصو يكون عندكم لان غادي نطلبوه. من بعد ما تعرف شنو باغي دير، شنو درنا احنا؟ اختارينا من كل نوع ديال الموارد الرقمية، كل مورد رقمي كل نوع، اختارينا لكم واحد البرنامج اللي كيوافقه. بحال دابا بالنسبة للموارد الرقمية اللي كيكون فيها العرض، اختارينا Articulate Storyline. العرض التفاعل يعني الانتراكتيفيتي. بالنسبة للفيديو اختارينا كامتازيا. بالنسبة للتطبيقات ديال الحاسوب اختارينا ميدياتور. وبالنسبة لزيكزيرسيزور يعني الكويز اختارينا نيت كويز برو. دابا الفلسفة اللي كانت عندنا في الأول هو أنه هاد لي كاتر لوجيسيال اللي حاطين هنا راه ماشي باش تخدموا بهم بربعة، ماشي ضروري تخدموا بهم بربعة، لا راه على حساب التصور ديالك. دابا إلا كان المورد ديالك يحتاج هذا ديرو، إلا كان المورد الرقمي ديالك يحتاج ستوري لاين دير ستوري لاين، كان المورد ديالك يحتاج كامتازيا دير كامتازيا، كان المورد ديالك يحتاج ميدياتور دير ميدياتور، كان المورد ديالك عبارة عن اكزيرسيس ديفالياسيون ان كويز دير نيت كويز برو. وهذا ما كيعنيش انكم ما تشوفوش كامل هادشي كامل، لا شوفوه كامل، غير هو ما كيعنيش بان هاد الدورة هادي خصكم تصوبوا مورد بستوري لاين. حيت انا كتجيني في شكل اننا نديرو تكوين ونفرض عليك انك تصوبو بستوري لاين. انا علاش نفرض عليك؟ بالنسبة ليا اللي غادي يدير واحد التكوين خصو يكون حر في الاختيار ديالو. هادو البرانيم اللي احنا اختارينا. الا بغيتو تصوبوه بشي حاجة اخرى صوبوه، ما كاينش جرام ديال المشكل. حيت حنا بيني وبينكم حنا دايرين في هاد الدورة هادي دايرين أربعة، وعندنا واحد ستة واحد آخرين خليناهم لدورة واحد آخرى في نفس مغير Articulate. درنا Adobe Captivate ودرنا Active Presenter. في المونتاج درنا Filmora. في لي زابليكاسيون درنا Autoplay. وفي لي زيكزيرسيزور درنا Hot Potatoes. هادو في الاول كانت عندنا الفكره ديال ان نطلقوهم كاملين باش يعني الناس يشوفوا كل شيء وتختار انت اللي بغيتي، ولكن بان لينا بحال اللي غادي نغرقوا الناس، والناس غادي تبغي تعرف هاد لي لوجيسيال كاملين، ونصدقوا الناس ما عارفه حتى شي حاجه. عاطي للناس 10 ديال لي لوجيسيال، كل لوجيسيال فيه 10 ديال لي فيديو هي 100 فيديو، يعني الناس غادي تتلف والناس باغا تعرف كل شيء. اذا شنو درنا؟ حيدنا 6 ديال لي لوجيسيال اللي حيدناهم اللي عندنا لي تيتوريال ديالهم واجدين، ودرنا غير 4، وحده من الحاجه. مع العلم ان هنا كاين حتى اوداسيتي بور لو تريتمون دو سون. دابا هذا هو التصور. نورمالمون ما كناش دايرين ان ديفوار بور شاك لوجيسيال. نورمالمون كنت تدخل ستوري لاين غتلقى لي فيديو وما تلقاش انك ديبوزي ان ديفوار، ما كاينش. نورمالمون غتمشي لكامتازيا وتلقى غير لي فيديو، ما دير لا ديفوار لا والو. نورمالمون هادو كان هيتحلوا دقة واحدة. دابا هنا تراجعنا على هاد الافكار كامله وقلنا بحال اللي نحاولوا نخليوكم ضبطوا لوجيسيال بلوجيسيال،
ولكن شوفوا دابا راه لو ريتم كير، دابا الحريه عندكم راه ماشي عندنا حنا، لان هاد لي التكوينات ديالنا كتحترم الايقاعات الشخصيه. يعني واخا يتفتحوا هادو باربعه، انتوما سيروا واحد بواحد. الفكره اللي عاد جاتنا هو اننا في كل لوجيسيال نقول لكم تصوبوا شي حاجه اللي هذاك السيد اللي دار ديك الفيديوهات صوبها، يعني باش انتوما تحاولوا، ما كنقولش تضبطوا، ولكن تستانسوا بكل لوجيسيال بوحدو. وهذاك يعني تمرنوا على ديك اللوجيسيال تماما. حاجه واحده اخرى، يمكن ماشي اي واحد يتانستالا له ستوري لاين، يعني اللي ما تانستالالوش ستوري لاين يشوف ميدياتور، اللي ما تانستالالوش ميدياتور يشوف كامتازيا، اللي ما تانستالالوش كامتازيا يشوف نيت كويز برو، هذا او اللي يشوف اي لوجيسيال واحد اخر. احنا هاد التكوينات ديالنا راه كنبنيوها على واحد المهارات القرن 21، هي انه اولا يكون الابداع، والابداع ما كيكون حتى كتكون الحريه في الاختيار، ويكون النقد، يعني تنميه التفكير النقدي هو اللي درنا في هاد من عطيناكم ديك لا غري ديفالياسيون اللي بيها غادي ايفاليو المورد ديالكم. وبطبيعه الحال يعني لو ترافاي اون ايكيب والتواصل هذا راه كيتخلق في المنتديات. يعني احنا هاد الربعه ديال المهارات كنحاولوا نانكريستيوهم نغرسوهم في كل تكوين. احنا ما بغيناش دابا، انا هاد الفكره هذه هي اللي ما بغيتهاش نزيد نعززها، هو انني نربط التكوين بلوجيسيال. لا، انا هنا راني في التكوين هذا سميته اعداد وتصميم مورد رقمي، تكوين ما سميتوش ستوري لاين، تكوين ما سميتوش بور بوينت، تكوين ما سميتوش كامتازيا، تكوين سميتو تصميم واعداد مورد رقمي. يعني هنا كنشوفو التفكير ديال المهندس كيفاش كيفكر، لانجينيوري. اما اللوجيسيالات تخدم باش ما بغيتي، ما كاينش احنا اون امبوز با، راه متى استعبدتم الناس وقد ولدتم امهاتهم احرارا. دير اللي بغيتي، لان بالنسبه لينا احنا وباش يكون ابداع احنا بغينا لوبجيكتيف، احنا بغينا شنو بغينا منكم ماشي كيفاش. يعني في التالي شنو يكون مطلوب منكم؟ مورد رقمي بالبطاقة ديالو بالسيناريو البيداغوجي ديالو. أرانا لقيتو بأن هاد الوحدة ديال السيناريو البيداغوجي لقيتوها بأنها ما كايناش دابا، ياك خليناها حتى التالي، ولاحظتو بأنها في الأول ديال التكوين كانت في الأول، لانه شنو من بقينا كنتناقشوا شنو ليش وصلنا، فوقاش كنحتاجوا السيناريو البيداغوجي. ارانا لو سيناريو بيداغوجيك فوقاش كيتحتاج نورمالمون، لو سيناريو بيداغوجيك كيتحتاج الى جينا نتبعوا المراحل، لو سيناريو بيداغوجيك ولا السيناريو البيداغوجي كيتحتاج شنو هو الهدف ديالو، هو كيفية إدماج المورد الرقمي في الحصة. يعني خص هذاك المورد الرقمي يكون عندك باش انت دير له السيناريو البيداغوجي. السيناريو البيداغوجي باش يعني ناخذ الامور بكل بساطة، السيناريو البيداغوجي هو الجدارة نيت، السيناريو البيداغوجي كيساوي جدادة فيها كيفاش تستعمل واحد المورد رقمي صافي، هادشي اللي كاين. وفي واحد الحويجات اللي غادي تشوفوهم في هاد الوحده. اذا نعاود باش تبان لكم، باش ناخذ حتى الراي ديالكم.
الفلسفة ديال التكوين شنو هي؟ هي أن تعرف في الأول أن عرفوا لانجينيوري بيداغوجيك، الهندسة ديال التكوين أو الهندسة البيداغوجية ولا الهندسة اللي كنستعملوا الموديل آدي المراحل ديالو. من بعد أن عرفوا الأنواع ديال لي ريسورس نيميريك، يعني شنو من انواع الموارد الرقميه. من بعد نعرفوا بعد شنو هو ستوري بورد، واخا ما نصوبوهش نعرفوه. من بعد ان نديروا واحد التكوين على واحد المجموعه ديال لي لوجيسيال باش نختاروا واحد اللوجيسيال نخدموا به. من نصوب واحد المورد الرقمي واحد البطاقه ديالو، غادي نصوبوا له واحد سيناريو بيداغوجي باش نشوفوا كيفاش ندمجوا هذا المورد الرقمي اللي صوبنا. وهذا الشيء كامل غادي يتحط في هذا لينيتي بروجي. يعني هذاك المنتوج النهائي غادي يتحط في لينيتي بروجي. من بعد من ندوزو هاد المراحل كاملة، هنا راه خصنا احنا مطالبين ومطالبات باننا نصوبو سيناريو بيداغوجي. ومن بعد نشدو هذاك السيناريو البيداغوجي وغادي نشدو هذاك المورد الرقمي وغادي نحطوهم هنا باش ان شاء الله نشاركو في واحد المسابقة وطنية لأحسن مورد رقمي في كل سلك على حسب الإمكانيات ديال الجمعية. في كل سلك نشوفه شنو هو احسن مورد رقمي باش نتيحو يعني الفرصة للناس بزاف. ما نديروش احسن مورد رقمي واحد، ولكن نديرو احسن مورد رقمي في الابتدائي في الاعدادي وفي الثانوي. وكان عندنا واحد المشروع، هذا كان عندنا يعني في المخطط ديالنا التكويني ديال السنة، ماشي مشروع حديث العهد. هو يعني راه من شهر 9 ولا 10، هو اننا نديرو واحد كاع هاد الموارد الرقمية اللي غادي نصوبو. عندنا فكرة ديال انه نديرو واحد البنك وطني ديال الموارد الرقمية. حنا بغينا سميناه شي، بغينا نسميوه شحال هادي، البنك المغربي للموارد الرقمية، اللي نحطو فيه كاع هاديك البروجي اللي غادي تصوبو، ويكونوا على ديسبوزيسيون ديال يعني كاع الناس الاخرين. هذه فكرة كانت يعني مش حال من هادي، وهاد التكوين حتى هو كان مبرمج يتطلق في هاد الفترة مش حال من هادي. يعني هذا احنا كنتبعوا المخطط التكويني ديالنا. اخر اجل للتكوين هو التالي ديال الشهر لو 30 افريل. بالنسبه لكل برنامج من هاد البرانيم اللي عاطينكم، راه حنا درنا اللي ديالو تما. يعني غير تدخلوا لهاد ارتيكوليت ستوري راي غتقراو تحميل البرنامج هذا، غير كتكليكيو عليه كتحل لكم واحد الصفحه من تحملوه كديروا هنا داونلود. تيليشارجيوه ورجعوا هاد المرفقات بإعداد الموارد الرقمية، راه هي اللي هنا بحال دابا في ستوري لاين. ها هي في شي دو ليكزيرسيس حطيناهم فوق الفيديو ثلاثة، حيت هنا فاش المكون سي كمال الله يجازيه بخير هنا كيقول لكم تبعوا معايا، يعني خصكم تيليشارجيو هادشي اللي خدم به. يعني في كل بالنسبه للطريقه ديال لانستالاسيون ديال كل لوجيسيال، راه يعني غير قلبوا غادي تلقاو، اولا نشوفوا كيفاش اللي كيسول راه حنا كنجاوبوه. كاين هذا المنتدى ديال الصعوبه التقنيه اللي ما عرفش يكتب تما، واللي عرف راه كيجاوبو حتى الا ما جاوبوش حنا كنعاود ثاني كنجاوب.
واش ضروري نكملو اي وحده على حيده؟ لا، الوحدات دابا هذا هو الفلسفه ديال هذا التكوين، هذا هو انه هذه ضروريه لانجينيور بيداغوجيك باش تدوز، ضروري تكمل هذه، وباش ومن تحلك هذه ضروري تكملها باش تدوز، ومن تحلك الستوري بورد ضروري تكملها باش يتحلوا لك هادو بربعه. لاننا بالنسبه لينا احنا هاد الثلاثه هادو اساسيين، بالنسبه لينا هاد الاربعه ماشي اساسيين، يعني هادو غير درنا لهم تفاوت في لادات، ولكن راه يتحلوا كاملين دقه واحده، غير باش كنموديفيو كل واحده على حسب الاحتياجات ديالكم. اون رياجوست لو تيغ، وهادي ضرورية تدوزها باش يتحلك هذا. أنا بالنسبة لنا في التكوين أربعة الوحدات اللي هي أساسية هي الانجينير بيداغوجيك، لا ريسورس نيميريك، ستوري بورد، وسيناريو بيداغوجيك. أما هادو ثانوية، هادو ديال البرانيم ثانوية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. سي كريم، جزاكم الله خيرا على المجهودات اللي كتقوموا بها. فأكيد هذه الفكرة ديال التنوع أشار ليها الأستاذ اللي تكلم قبل مني، اللي غتفتح المجال ديال الإبداع، يعني كل واحد فاش غيلقى راحته غادي يخدم فيها. بالنسبة للسؤال ديالي، وحدة الموضوع، أنا مثلا تنفكر في واحد الموضوع خاص بالتمارين، دوك التمارين واش كل التمارين ماشي مشكل يكون موضوع مختلف، ولا كاملين خصهم يكونوا يعني في نفس تدرجوا في نفس الموضوع؟ هذا لك الحرية الشخصية في هذا الشيء، عندك الحرية الشخصية ديالك في المنهجية اللي غادي تتابع وفي الطريقة بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. مرحبا، على الرسول، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنشكركم على التكوين، وبغيت نسولكم على البروجي فينال اللي غادي، واش يكون مثلا شي درس ولا حصة من درس ولا يونيتي ولا كيفاش غيكون الشكل ديال البروجي؟ لك الحرية الكاملة في الاختيار، انت شنو باغي، انت اش كتشوف، هو شنو هي الإشكالية اللي انت باغي تعالج. هذيك الإشكالية اللي باغي تعالج بحال دابا، إلا مشينا شنو طلبنا منكم في هاد اليونيتي هادي، واش هذيك الإشكالية اللي انت باغي تعالج؟ بحال دابا هنا عندكم معلومات عن صاحب المورد الرقمي، هادشي غادي ندوزوه، معلومات عن المورد الرقمي، اسم المورد، الإشكالية التي يعالجها. يعني هاد الإشكالية اللي انت باغي تعالج تقدر تعالجها غير بحيث جزء من حصة، ولا بحصة كاملة، ولا المورد يجي في لافاز ديال ليفاليواسيون، يمكن يجي في لافاز د الرابيل في الأول، لك الحرية التامة في الاختيار. هادشي هذا يعني كيرجع لك انت. مرحبا، السلام عليكم. كتسمعني؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. بداية يعني نشكركم على هذه المجهودات الطيبة وعلى هذه الإفادة القيمة اللي فتونا بها، لا في الدورة هذه ولا في الدورة السابقة، مرحبا. فجزاكم الله على خير الجزاء. غير بغيت نسول، الله يجزيك بخير، دابا بالنسبة للموضوع ديال المورد الرقمي، واش بالضرورة يكون مرتبط ب يعني ب ببرنامج ديال سلك معين من الأسلاك التعليمية، ولا ممكن يكون موضوع عام؟ الله يجزيكم بخير. بالنسبة لشي موضوع مزيان، ماشي ضروري يكون عنده علاقة بشي سلك من الأسلاك الثلاث، المهم يكون كيعالج إشكالية. سي حسن، يمكن المورد ديالك يكون كيعالج واحد الإشكالية ما عندوش علاقة من حقك، يعني أنت حر في الاختيار، يعني المهم تكون الإشكالية معروفة، تكون الفئة المستهدفة معروفة، والنتائج المرتقبة معروفة، والامتدادات معروفة، ويكون عندك واحد السيناريو إذا بغيتي نسميه بيداغوجي ولا سميه سيناريو استعمال. المهم هل المورد هذا ديالك كيفاش غادي نستعملوه، وفي أي إطار نستعملوه، هذا هو المهم.
ندوزو عند سي عسناوي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اولا السلام، كنشكر الجمعيه بخصوص مرحبا سي كريم مرحبا. على المجهودات ديالهم. السؤال ديالي عندي واحد جوج الاسئله. بالنسبه للسؤال الاول، واش يمكن مع دابا مع المده، مع التدرج في التكوين، كيبان لك مثلا شي مواضيع اخرى واش ممكن تغير بالنسبه لديك البطاقه الاولى ديال الوحده الاولى اللي عمرناها؟ ممكن تغير، يبان لك شي موضوع اخر بالنسبه للمريد اللي كتبغي دير. بالنسبه للسؤال الثاني، حقاش كان كيتقطع ليا سميتو الصوت بزاف وما سمعتش بزاف العرض ديالكم، غير تلخيص بسيط لدوك البرانيم الاربعه، يعني كل واحد يعني اش من مورد يمكن دير به، مثلا يمكن تخدمه. شكرا، السلام عليكم. اخا مرحبا. التغيير، بالنسبه لتغيير الموضوع، حتى هذه من حقكم. على بعد تقدروا تكونوا غاديين في واحد الطريق وفي واحد اللحظه تبدلوا الموضوع، هذا ماشي مشكل. واخا في خضم التكوين، علاش؟ لانه في التالي هذاك لو بروجي فينال يتحط في الوحده ديال البروجي، يعني هذا ماشي مشكل. واخا هنا يكون موضوع في شكل وهنا تجي دير سيناريو في شكل مختلف مع هذا الموضوع، المهم هو ان في التالي هذاك الشيء اللي خدمتي عليه في التالي هتحطوه في البروجي، يعني هذا ماشي مشكل. بالنسبه لكل لوجيسيال شنو يمكن لك دير به، هذيك راه حنا درناها هنا في لا ريسورس نيميريك، وراه كل واحد كيصوب يعني التكوين على في ديك الفيديوهات راه كيديروا الاشاره ديال يعني هاد اللوجيسيال شنو يمكن لك دير به. بحال دابا سي كمال هنا راه عطى واحد المثال، سي سفيان هنا عطى مثال الى اخره، سي رضوان هنا عطى مثال، يعني كاينه امثله، كاينه هاد الامثله هاد غتلقاوها في الوحدات ان شاء الله وفي الفيديوهات كاين. شكرا. انا غادي نقرا غير شي حاجه في الشات، واش كاينه شي دوره تكوينيه في اب تو انفنتر؟ لا، هاد الساعه لا، ما مدخلينهاش هاد العام. راحنا حاطين لكم تما من التحل وحده الكامتازيا، غادي تلقاو كامتازيا الويت وكامتازيا 2018، لانه كاين هاد القضيه ديال ويندوز 32 ويندوز 64، يعني حتى هي راحنا كناخذوها بعين الاعتبار، وكاين القضيه ديال ويندوز 7 وويندوز 10. ولذلك انا من الاحسن يعني من دابا الفوق، واخا ماشي دابا، حاولوا البي سي ديالكم يكون فيه ويندوز 10 64، ويندوز 10 64 الا بغيتوا تبقاو تخدموا هانين، ديما خصو يكون عندكم ويندوز 10 64. سي احمد يمكن لك تدخل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كتسمعني استاذ؟ مرحبا. حيت المشكل ديال لا كونيكسيون استاذ، ومرة مرة كيتقطع ماشي مشكل، وكنشكركم بزاف على هاد الدورة التكوينية، تبارك الله راه غنية تبارك الله. التساؤل ديال الاستاذ، اين هاد البراني من دابا اللي بربعة الاحسن فيهم باش نخدمو فيه بالنسبة للتكوين عن بعد؟ واش كامل عندهم التحميل مجاني؟ ولا كاين، حيت عندي مشكل في لونتي فيروس، مرة كيحبسهم ليا. شكرا استاذ. واخا مرحبا. الاحسن فيهم التعليم عن بعد. دابا هذا السؤال هذا عنده علاقه بنت شنو باغي، هذا هو اللي نقول لك. دابا ما كاينش دابا فوقاش تقدر انا نقول لك بان هذا احسن من هذا، نقدر نقول لك بان هذا احسن من هذا، مين تعطيني واحد الجوج ديال لي لوجيسيال كيديروا نفس لاطاش. بحال دابا تعطيني فيلمورا وكامتازيا، بجوجهم كيديروا المونتاج فيديو، وهادو براسهم ما كاينش واحد احسن من واحد، راه يوجد في النار ما لا يوجد في البحر. نعم. انت شنو باغي؟ بحال دابا الا بغيتي تصوب
التمارينات وتصيفطهم للتلامذ نيت كويز برو راه مزيان. بغيت تصوب فيديو، الفيديو تقدر تصوبو بكامتازيا، تقدر تصوبو غير باور بوينت كاع. بغيتي تصوب ما تيكونش المشكل ديال استعمال الكاميرا؟ نعم، ما تيكونش فيه المشكل ديال استعمال الكاميرا؟ باور بوينت الا كان، الا كان عندك 365 تقدر تستعمل الكاميرا. الا ما كانش، الا كان عندك غير 365 يمكن ما كت... ما كيعطيكش تستعملها، وتقدر تحيدها وتقدر تخليها. داكور، يعني على حسب، على حسب انت شنو باغي، شنو باغي تصوب لهاد التلامذ. هذا 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 اللي كنديرو به الاجتماع هو براسو، تقدر دير به التعليم عن بعد. يعني تقدر راه حنا كنا صوبنا واحد جوج فيديوهات كيفاش تخدموا من الجهه ديال المسير ديال الاجتماع، وكيفاش تخدموا من الجهه ديال المستفيد. هذوك ديك البراني ما فيهمش تيست دو تيست دو كونيسونس، ما فيهمش. وهذوك لي دوفوار ديالهم غير الاستئناس الا بغيتو ان فيدباك. يعني بحال دابا الاستاذ كمال في ارتيكليت سبوري لاين كيصوب واحد المنتوج، واحد المنتج، خصكم نتوما تصوبوا تقريبا بحال داكشي اللي هو كيصوب، لانه في واحد الفيديو يقول لكم ها شنو صوبت. يعني غتبقاو متبعين معاه وتحطوه في المنصه باش حنا نشوفوه ونعطيوه غير الفيدباك، يعني غير باش يكون واحد التفاعل بيناتنا وبيناتكم. لان المهم هو لي تيست دو كونيسونس اي دي كومبيتونس ديال لانجينيوري بيداغوجيك، لا ريسورس نيميريك، ستوري بورد، والسيناريو بيداغوجيك. هادو هما اللي مهمين. لو ديفوار ولي تيست ديال هاد البرانيم هادو ماشي مهمين، ماشي مهمين بزاف. هادو غير باش نتفاعلوا يعني واياكم في التكوين. اسمحوا لي انا الشاطر، راني ما قريتوش كامل. يعني الا كان، الا كان شي سؤال ما جاوبتوش او لا غفلت عليه، الا تقدروا تعاودوا تكتبوه دابا. كنت شاركت في مسابقه احسن مورد رقمي في سكراتش ولم اتوصل بعد بالشهاده. اسمحوا لنا، لانه هادوك الشواهد ديال التنويه وحتى الجوائز راهم مازالين عندنا. سبحان الله، كنا عوالين نصيفطوهم في العطله ساعه من، يعني من جهه الشهاده، قلنا روبورتي اي حاجه حتى المور لو 20 افريل. يعني كاع هاد لونفوا ديال التوسكي كونسيرن هاد لي زاتيستاسيون هادشي كامل اون لا روبورتي. يعني اي واحد بقات عنده شي حاجه ديالنا، اي واحد بقات عندنا شي حاجه ديالو راه مازال عندنا حتى سيد زاد شي على خير. اذا نختموا ان شاء الله هذا اللقاء. الله يجازيكم بخير، الله يوفقنا لما فيه الخير، والله يقوينا ويقويكم على فعل الخير. تصبحوا على خير، نبقى على تواصل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Thank you.